الاهلي كيان ومكان، الاهلي في كل زمان. يعني صباح الفل على حضراتكم جميعا كده، ويوم جديد واول الاسبوع وواحد 11 اول الشهر، وخلاص خلص شهر اكتوبر بما يحمله من انتصارات. برضو كان شهر جميل على الاهلي، يا رب ان شاء الله شهر 11 كده يحمل يعني ايه بطوله الكاس الامم الافريقيه باذن الله. ربنا يسمع منك يسمع من بقك. ربنا صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. مليون مبروك درع الدوري رقم 42 في تاريخ الاهلي الحافل بالانتصارات. الحقيقه كلنا طبعا امبارح استمتعنا بمباراه جميله جدا، وكالعاده الاهلي بيلعب لغايه اخر لحظه في المباراه ولا كانه حاسب اللقب بقالها مثلا 7 اسابيع ولا حاجه قبل منها. طبعا مبروك لكل حضراتكم، وان شاء الله ان شاء الله يبقى فاضل كده زي ما بيقولوا بالبلدي على الحلو تكه، وتكمل بقى الفرحه والتسعه ان شاء الله افريقيا باذن الله. ان شاء الله كاس افريقيا يكون اهلاوي. نروح بقى